كابتن هاني، شفنا الشوط الثاني تحول في اداء النادي الاهلي، شفنا اختراقات من العمق، اختراقات من الاطراف. هل التغييرات اللي اتعملت الشوط الثاني كانت سبب من ضمن الاسباب؟ طبعا ما عايز اقول حاجه، بس الاول مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي، يعني فوز مهم جدا بعد 5 شهور كورونا والكلام ده. ف انا شايف النهارده يعني النادي الاهلي خد اللي هو عايزه من المباراه. الثلاثه بونت اهم حاجه طبعا النهارده، اللعيبه كلها اهم حاجه، ان اللعيبه كلها خرجت سليمه، ما فيش حد الحمد لله مصاب، ودي حاجه تحسب للجهاز الفني وتحسب للمعد البدني اللي موجود. اللعيبه كلها النهارده ما حدش اثر في المباراه، اللعيبه كلها ادت على اكمل وجه. النهارده في ناس، يعني انا بالنسبه لي اهم مكاسب المباراه النهارده هي عوده حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده ما شاء الله راجع بقاله فتره كبيره من الاصابه، والحمد لله يعني اطمنا عليه كلنا. النهارده برده مكاسب المباراه طبعا حسن محمد هاني هدف النهارده، دي حاجه برده تتحسب له، واللي عمل الهدف كمان ايمن اشرف دي حاجه كويسه طبعا وحاجه تتحسب للاثنين. النهارده النادي الاهلي 52 بونت الحمد لله، يعني شايف النهارده الاداء احسن بكتير من الماتشين الوديين، يعني او ممكن ما يكونش الاداء قوي شويه، لكن بس ده متوقع. بالظبط اول مباراه بقالك فتره كبيره، وزي ما قلنا المباراه الرسميه تختلف عن المباراه الوديه. كابتن ايمن، التغييرات النهارده زي ما قلنا حمدي فتحي نزل النهارده ادى بشكل كويس، بادجي ما لحقش ان هو يخش في جو المباراه، لكن هو طبعا لعب كويس ولسه برده محتاج وقت كبير. وليس المان نفس الكلام، ما قدرش برده يعني الوقت ما اسعفوش ان هو يعمل اضافه كبيره. محمود وحيد نفس الكلام برده، اول مشاركه ليه النهارده مع النادي الاهلي. فمجمل المباراه يعني شايف النهارده النادي الاهلي خد اللي هو عايزه المباراه، ان هي 3 بونت، وان هو ان شاء الله باذن الله الحته التهديفيه الراجل اكيد لسه هيتكلم فيها مع الفرقه، ان النهارده النادي الاهلي راح كتير وضيع كتير، فدي حاجه ايجابيه برده تحسب للجهاز الفني وتحسب للعيبه. بس انا شايف ان الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يعني اللعيبه تبدا تحاول انها تركز، لان انت داخل على بطوله افريقيا، مش طبعا المباراه هتبقى صعبه، مباراتين ذهاب وعوده، فالموضوع ان انت تضيع ده فهيبقى صعب جدا. فلازم تستغل ولازم تتعود ان انت ازاي ان انت من اقل فرصه ان انت تحاول ان انت تحرز اهداف. لكن طبعا النهارده عايز اقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف، لحد الدقيقه 30 كنا متلخبطين احنا، مش عارفين ايه التحركات اللي قدام، وبعدين بعد الدقيقه 30 بعد بالظبط بعد البريك الصغير اللي هو الدقيقه ونص، مستر فايلر عمل تغيير.